على هذا الأساس الكل مجند في قناة القرآن الكريم تحضيراً لليوم المعلوماتي المفتوح حول المال. وقد مقصيراً بين واضحة معلوفة. الموضوع الثاني الذي أرادت قناة القرآن الكريم أن تناقشه هذه المرة هو المال لأهميته، لأنه موضوع الساعة. فمن منا لا يريد أن يعرف إذا كان ماله حلال أو حرام؟ المغزى من هذا اليوم هو هذا. جدلية الكسب والإنفاق في نظر الشريعة الإسلامية أهم محاور هذا البرنامج الهادف. يكتسي هذا اليوم أهمية من حيث الجدلية التي تقول عن ماله فيما اكتسب وفيما أنفق. جدلية الاكتساب والإنفاق والإنسان الجزائري بينها، لأننا نؤمن كجزائريين ومسلمين أن الحساب أمام الله سبحانه وتعالى على أموالنا لابد منه. نريد أن نفعل هذا الشعور، هذا الإحسان، هذا الإحساس، حتى يتحول فينا إلى إيمان بأن المال مسؤولية دنيوية وأخرى. المال نعمة، هو نعم ما دام صالحا للعبد الصالح، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام.